السلام عليكم إخواني أخواتي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم رابط تحفة على النرويج، دولة اسكندنافية، يعني العالم تقريبا كله بيحب الدولة هذه، وإن شاء الله أموركم تتيسر وتحصلوا عمل هناك. طبعا الرابط أنا أخلي لكم في الديسكريبشن، في رابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق. وعلى بركة الله نبدأ الشرح. ما تنساوش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة إن شاء الله، وأنا راح أعمل حلقات كل يوم إن شاء الله، أنزل كل يوم إن شاء الله أنزل تطبيق جديد ورابط جديد، هذا على النرويج، خاص بدولة النرويج. ما لن أقول لك فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا، لن أقول لك هذا. أنا يعني أكلمك على دولة اسكندنافية، دولة راتب حقوق كل شيء. إن شاء الله تدخل على الرابط، هيجيك الصفحة زي ما بتشوف، عندك المينيو، عندك اللوجين، تبي اللوجين، تبي تسجل، تريد أن تسجل سجل، تريد أن تبحث على العمل أول شيء بنلاقي اللغة language، يعني لغة انت خليها انجليزية، عربية ليست موجودة، انجليزية. طبعا ممكن تترجم. طيب اخواني اخواتي، ممكن تترجم، يعني الحمد لله ترجمة موجودة، وانا اشجعك ان الواحد يدور. اول شيء اخواني اخواتي، نفس ما قلنا اللغة تخليها انجليزية، هتنزل تحت هذا الرابط. انا شخصيا بدور فيه، يعني قدمت فيه، انا اريد ان اشارك معك، يعني اشارك معك شيء مفيد يفيدك في مستقبلك. يعني اخواني اخواتي راح تنزل تحت، تحت في بالازرق، هاي اوروبا، يعني هذه ما بيدخلوا لها ناس كتير وفي عليها طلبات كتير، يعني ما انصحك بها. هتدخل على الرابط، هذا الرابط www.fine.no/job، ندخل عليه، راح تجينا الصفحة هذه. يعني الصفحة هذه هي موجود فيها كل يوم بينزلوا شركات طالبة عمال في أنواع حرف، وفي في فنادق وفي أي شيء. أوكي، على بركة الله شباب إخواني أخواتي، تدخل على هاي أول واحدة، 10901 شركة، راح تجيك الصفحة هذه. تابع معايا الأخير إخواني أخواتي، تابع معايا الأخير عشان تفهم. أوكي، هنا شركات، هنا الشركات في المربعات، المربعات هذه فيها الشركات. هنا ممكن تبحث شركات جداد، هي باللغة باللغة النرويجية، يعني ما هناك بيكون في تدريب، هناك تدريب على اللغة، تدريب على العمل، بيعطوك شهرين 3 شهور بيدربوك فيهم. اوكي، هنا الشركات المربعات، الشركات، وانت حتترجم، ترجم هنا كل الشركات، كل الشركات اللي منزلة طلبات، شركات كلها منزلة طلبات، طالبين عمال، يعني هادو هم بيطلبوا عمال. اخواني اخواتي، انا اعطيكم مثال، ندخل مثلا على الشركة هذه FUS، تدخل عليها، هي دولة النرويج، دولة خيالية، يعني
اوكي، راح تعطيك الصفحة هذه، هنا معلومات على الشركة باللغة النرويجية. طبعا انت حترجم، يعني اللغة مش مهمة، انا بقول لك يعني انجليزية مهمة، لكن بعض المعلومات يعني يكون عندك بس لغة يعني حوار. والتاريخ طبعا هنا 21/7، يعني انتهاء طلب بالنسبة لأي شركة، وكل يوم شركات بتنزل. اوكي، يعني دخلنا على هنا الـ FUS، هنا طبعا فوق الفيسبوك تويتر الجيميل، يعني تبي تراسل الشركة تنزل تحت، تنزل تحت، تنزل 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 هنا باللون الأزرق شوك هير، يعني تبي تدخل على تفاصيل الشركة. ندخل على هنا شوكير، هذه الشركة خاصة بحضانة الأطفال، يعني هذه بالنسبة للأخوات اللي في يشتغلوا في المدارس روض أطفال، أو يعني يقدموا على الطلبات هذه. أنا أعطيتكم مثال بس، إكزامبل، هذا مثال بسيط. يعني أنت راح تدور على الصنعة اللي أنت تعرفه. أوكي، هنا تفاصيل الروض وتفاصيل الشغل والشركة. أنا راح أعطيك حاجة خيالية، راح تنزل تحت زي ما بعمل هيك، تنزل تحت تنزل تحت تنزل، بتلاقي كونتاكت أوس، تدخل على المستطيل اللي فوق الفيسبوك، المستطيل تدخل عليه. أوكي، هنا المرحلة الأخيرة، هادو كلهم المديرين ورؤساء الشركات والناس، يعني هادو كلهم هم اللي نشرين الإعلان، يبون عمال في روض الأطفال اللي عندهم. يعني مثلا روض الأطفال، أنا يعني راح سوف تجد شركات تانية تطلب يعني حاجات تانية. أوكي، كيف راح تكلمهم؟ كل واحد عنده حاطط جيميل ورقم تليفون تحت، يعني رقم تليفون من غير يعني هذا رقم تليفون غير كامل، انت هتحط رمز البلد، رمز الدولة عفوا، رمز الدولة عفوا. اوكي، الحين يعني مثلا نشوف، يعني تراسل اي واحد فيهم، الجيميل موجود تحت، هتعمل سوف تعمل نسخ او كوبي للجيميل، وتروح تذهب على الجيميل وتكتب الموضوع طلب عمل، يعني ريكوست جوب، تكتب طلب عمل، وبعدين الموضوع تكتب يعني جملتين 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 تشرح فيهم. انا راح اخلي لكم في الديسكريبشن في صندوق الوصف كيف يعني جملتين تكتبهم، وممكن تعمل لهم انت نسخ ومرفق بالسي في. يعني لازم سيرة ذاتية تكون يعني مضبوطة، سيرة ذاتية، وإن شاء الله يا رب بالتوفيق إن شاء الله للجميع. وكان هذا آخر شيء، وشكرا والسلام عليكم. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة سويت هيرتز.